أنا مشغولة. مرحبا حبايبي. مرحبا. كتير مبسوط إنكم أنتم معاي اليوم. بقصة اليوم رح نشوف بسمة قديش رح تكون مشغولة. كتير 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 رح تكون مشغولة طول اليوم. بدي إياكم وأنا عم بقرأ القصة تشوفوا إذا في أي نشاط بسمة بتعمله أنتم كمان بتعملوا. تمام. تمام. طيب عنوان قصتنا أنا مشغولة. يلا نقرأ. يلا. تستيقظ بسمة باكراً وتغسل وجهها. ترتب الغرفة والغطاء. تتناول البيض والجبن. تحمل قارورة الماء والحقيبة وتذهب لمكتبة الحي. تستمع إلى الحكواتي حين يروي القصة. تغسل يديها وتتناول الغداء. تلعب مع جاد ومعزوزة في الحديقة. تنظف أسنانها بالفرشاة والمعجون. تنام باكراً وتحلم بأشياء ممتعة جديدة تقوم بها غداً. الفرشاة، الجبن، السرير، البيض، الحكواتي، المعجون. وهيك بتكون انتهت القصة. يا سلام شو حلو. عجبتكم؟ نعم. يا سلام عليكم. إذا لاحظتوا كيف بسمة ضلت مشغولة طول الوقت صح؟ طيب لاحظتوا من الأشياء اللي بتعملها بسمة أنتوا كمان بتعملوها؟ نعم. زي إيش؟ أنا بفرش أسناني دايماً. عن جد ما أشطرك. وأنا كل يوم بس أصحى من النوم أنا برتب تختي. زي بسمة يعني. يا سلام. كتير كتير حلو. طيب شو رأيكم نلعب لعبة؟ يلا. طيب اللعبة هي رح أحكي لكم أنا اسم إشي موجود كان بالكتاب، بدكم أنتوا تحكولي اسم إشي إله علاقة فيه. يعني مثلا إذا بقول معجون أسنان بدكم تقولوا فرشاة أسنان. أها. تمام فهمنا. يلا نلعب. تمام. نبدأ. أول كلمة جبنة. بيض بيض بيض. بيض صح. إيش كمان؟ فطور. فطور. صح مزبوط. طيب كمان كلمة. قصة. حكواتي. صح حكواتي. إيش كمان؟ مكتبة. مكتبة صح. يا سلام عليكم كتير شاطرين أنتو. شفتوا يا حبايبي كيف بسمة مشغولة كانت طول اليوم وبسمة عندها روتين يومي مزبوط؟ ولأنه هي عندها روتين يومي بتعمل كل إشي في الوقت المحدد وبالمكان المحدد، وروتينها اليومي هاد بيخليها دايماً مشغولة ودايماً مبسوطة طول اليوم. بعد ما تخلصوا من قراءة القصة لأطفالكم بتقدروا تطرحوا عليهم بعض الأسئلة أو تلعبوا معهم لعبة مثل اللي لعبتها أنا والأطفال قبل شوي لحتى أساعدهم ينموا مهاراتهم الاستيعابية ولحتى يفهموا أهمية الروتين اليومي. وانتو كمان بتقدروا تساعدوا أطفالكم يخططوا روتين يومي خاص فيهم يساعدهم يكونوا معتمدين أكتر على أنفسهم وبيقلل من الضغط النفسي عندهم. وهاي بعض الأسئلة اللي بتقدروا تسألوها لأطفالكم، مثلا كيف تقضي يومك؟ أو عدد الأنشطة اللي بتعملها كل يوم على الترتيب؟ أو كم نشاط هم؟ ويا ترى بنقدر نعملهم سوا؟ زوروا ahlansamsam.org/الرعاية للمزيد من الفيديوهات ونشاطات ومعلومات لجميع العائلة. احنا كلنا مع بعض.